كيف يمكنك علاج التقرحات الفموية بنفسك؟ تقرحات الفم شائعة ويجب أن تشفى من تلقاء نفسها خلال أسبوع أو اثنين، فهي نادرا ما تدل على شيء خطير ولكنها تكون مزعجة وقد لا تشعر بالارتياح بوجودها. القرحة الفموية هي فقدان أو تآكل جزء من النسيج الحساس المثبت داخل الفم، وهي الغشاء المخاطي. هناك أسباب متعددة، لكن السبب الأكثر شيوعا هو الجروح، كأن تقوم بعض خدك من الداخل عن طريق الخطأ، وتشمل الأسباب الأخرى التقرح القلاعي وبعض الأدوية والطفح الجلدي في الفم والعدوى الفيروسية والبكتيرية والفطرية وبعض المواد الكيميائية وبعض الأمراض التي نادرا ما تكون خبيثة. تكون قروح الفم غير ضارة في معظم الحالات وتشفى من تلقاء نفسها في غضون 10 أيام دون الحاجة إلى أي علاج، غير أنها تقرحات متكررة بدون سبب معروف، وهي تؤثر على حوالي من 20 إلى 30% من البشر. ما هي أعراض التقرحات الفموية؟ من أعراض التقرحات الفموية وجود التهاب واحد مؤلم أو أكثر على جزء من الجلد المبطن للفم، تورم الجلد المحيط بالتقرحات، ومشاكل في المضغ أو غسل الأسنان بالفرشاة بسبب الضغط الشديد. من أعراض التقرحات الفموية أيضا فقدان الشهية وتهيج التقرحات من الأطعمة المالحة والحارة والحامضة. عادة ما تحدث التقرحات القلاعية على بطانة الفم الأكثر ليونة كالشفتين والخدين وجانبي اللسان وأرضية الفم وخلف منطقة الحلق واللوزتين. ولكن ما هي أسباب التقرحات الفموية؟ من أسبابها هي عضة غير مقصودة لباطن الخدين، أو يمكن أن تكون إصابة أثناء غسل الأسنان بالفرشاة، أو الاحتكاك المستمر مع الأسنان المتوضعة بشكل غير صحيح، أو الأسنان الحادة. من أسباب التقرحات أيضا الاحتكاك المستمر مع أطقم الأسنان أو الحاصرات، ويمكن أن يكون أيضا سوء نظافة الفم أو حروق نتيجة تناول أطعمة ساخنة. يمكن أيضا أن تكون أسباب التقرحات الفموية عدوى القلاع الفمي وتهيج من بعض المطهرات القوية مثل غسول الفم والإصابات الفيروسية كعدوى فيروس هيربس البسيط. من أسباب التقرحات الفموية أيضا سرطان الفم وبعض أمراض الجهاز الهضمي كداء كرون وأمراض المناعة الذاتية والطفح الجلدي الفموي كالحزار المسطح، ويمكن أن يكون نتيجة تحسس تجاه بعض الأدوية. ولكن كيف يمكنك علاج تقرحات المعدة؟ تقرحات الفم بنفسك. تحتاج التقرحات الفموية وقتا للشفاء، وليس هناك حل سريع، ولكن تجنب الأشياء التي تهيج هذه التقرحات يساعد على تسريع عملية الشفاء وتقليل الألم وتقليل فرص عودتها. ولذلك استخدام الفرشاة الأسنان ذات شعيرات ناعمة، يمكنك تناول الأطعمة اللينة والقيام بالفحص الدوري للأسنان عند طبيب الأسنان، تناول الغذاء الصحي والمتوازن، لا تتناول الأطعمة الحارة أو المالحة أو الحامضة، ولا تتناول الأطعمة القاسية أو المقرمشة مثل الخبز المحمص أو رقائق البطاطا، لا تشرب مشروبات ساخنة أو حمضية كعصير الفواكه، لا تمضغ العلكة ولا تستخدم معجون أسنان يحتوي على كبريتات لوري للصوديوم. كما يمكن للصيدلاني أن يوصي بعلاج يساعد على تسريع الشفاء ومنع العدوى أو الحد من الألم، كغسول الفم المضاد للميكروبات أو غسول فم مسكن أو جل أو جل أو بخار أو أقراص محلات كشكل دوائي للستيرويدات القشرية.